أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن أول من قال بفناء النار فقط هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن الأقوال عن شيخ الإسلام ابن تيمية جاءت متضاربة في هذه المسألة؟ والله هذا قول خطأ على كل حال، ولا أدري عن نسبته إلى علي بن أبي طالب، ولكن هو قول خطأ، لأن الآيات والأحاديث تدل على أن النار تبقى ولا تفنى. نعم.